النهارده هنتكلم على الالفابيتو او الابيسيداريو. يعني ايه الكلام ده؟ ما انا علشان اتكلم اللغه الاسبانيه بطريقه صحيحه لازم اعرف هي بتنطق ازاي وكل حرف بيطلع ازاي بصوره صحيحه. انا سينيوريتا هيبه الله شعيب، انا مدرسه اللغه الاسبانيه في نفهم باي تايرو. خلينا نتكلم مع بعض بصوره اجماليه هي ايه الالفابيتو وانطقها ازاي. انا هسهلها على حضراتكم. عندي اول حاجه ا ب ف، في الحرف الزياده هيبقى تشي، كما لو كانت شين كده بس حاطين عليها شده. د اي، لو تلاحظوا اللي انا قلت في اول حرف اسمه ا، لكن لما جيت على اي اللي هي زي اي انجلش elephant، بس احنا بالاسبانيول بنقولها اي اسبانيول او اي اسبانيا. وبعدين ا ب ف ت د اي اف خ اتش اي خ ك ال اي، دي زياده شويه بالاسبانيول عندنا اللي هي بتبقى دبل ال، بننطقها كما لو كانت ياء عربي، بتبقى ي ما جي انطقها في كلمه، بس هي بتبقى نطقها كحرف منفرد لوحده بيبقى ي اي ال اي ام ان اني. ده الحرف اللي بيحدد او مميز جدا اللغه الاسبانيه اللي هو بيبقى ان وعليه موجه. او بي كو ار ار، ده حرف زياده في اللغه الاسبانيه بس احنا بننطقه وهو محسوب وموجود في الكلمات اللغه الاسبانيه اللي هي بتبقى دبل ار او ار، سواء نطقنا ار او ار هننطقها كما لو كانت فيها فايبريشن بالشكل ده. طيب نكمل بعد ال R S T U U B U B دبل X Y ثيتا. ثيتا اللي هي الزد تنطق كما لو كانت ثاء عربي، فبالتالي هتبقى سهل جدا بعد ما نسمع الاصوات صوره صحيحه وكمان نعرف ننطقها صح هنعرف نتكلم صح. لو حابب تتعلم اكتر عن اللغه الاسبانيه ابعت لنا رساله على الفيسبوك او زور موقعنا على nafhambaitairo.com.